اهلا بكم في حلقه مهمه جدا من الدكتور. من يومين كده بالصدفه طلعت على يعني جزء من حلقه لبرنامج تاني، هو برنامج ساخر لطيف، جايب مجموعه من البشر، مجموعه من الناس بتعاني من سمنه، اللي بقى سمنه 130 واللي 120 واللي جاب كابلز، والموضوع ماشي في اطار او الحوار في نوع من السخريه او في نوع من الكوميديا، يعني في حوار ساخر ما بين المحاوره او الشخصيه المحاوره وبين هذه النوعيه من المصريين على اختلاف انواعهم. اللفت نظري حاجتين مهمين جدا، اولا احنا واخدين السمنه بطريقه فيها نوع من الكوميديا، وان المساله عندنا مجرد رغبه في الاكل، ميزان بكرهه، اكل بحبه، اقرب اكل بكرهه، المساله في عقولنا لغايه دلوقتي سطحيه جدا، في رايي، مش رايي انا يعني، ده رايي الطبي، الموضوع اخطر من كده بكتير يا جماعه. السمنه ده مرض، مرض خطير، ما يتاخدش على ان احنا بنتكلم بكوميديا انه الموضوع مشكلته بس ان انا بكره الخس وبحب المكرونه بالبشاميل وبكره مش عارف ايه وبحب ايه، الموضوع مش كده. والغريب في هذا الفيديو وفيديو يعني احنا ما قدرناش نزيله عشان حقوق البث، انه الوحيد اللي نجح في انه يخس كان 210 كيلو بقى 100 حاجه و 90 كيلو، خس 107 كيلو، هو اللي عمل عمليه تكميم معده. هي مرت عليهم مرور الكرام يعني في الحوار، وانت خسيت ازاي 107 كيلو؟ راح مجاوب انا عملت عمليه تكميم. الباقي كله خس بقى 5 كيلو 6 كيلو وهو 160 فبقى 155، يعني ما يعملش حاجه. الحته دي مهمه جدا. السمنه الحقيقيه العالم بينظر لها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. السمنه لما بيتكلموا عنها ما بيتكلموش عنها بسخريه، لا، ما عادش حد بيتكلم عن السمنه بسخريه. الموضوع كبير جدا. الموضوع انه اللي عنده سمنه عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل في القلب قد تؤدي السمنه تاني سبب لموت الفجأه او اول سبب دلوقتي الموت الفجأة في بعض المنظومات الطبيه. الافكت على اللنج تاثيرها على الرئه انه السمنه هتؤدي الى تراكم دهون على الرئه، فتخلي الرئه دي اورجن بيحب يعمل عضو بيحب يعمل اتساع اكسبانشن، لما الدهون تيجي مش هيقدر يتسع، فهيبقى النفس دايما قصير وفي صعوبه، ده اسمه كرشه النفس، الديسنيا او كرشه النفس هي دي shortness of breath اللي هي قصر. وبعدين بعد كده بقى الحركة دي مهمة جدا. الإنسان الطبيعي خلقة ربنا الحقيقية، ما هو كله خلقة ربنا بقى، لكن انت عدلتها، انت حضرتك حطيت فيها دهون، ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على جهيكل عصبي خلاص بعد البلوغ لا ينمو، انتهى، فشايل حجم معين. لما حضرتك توصل للحجم ده، توصل لسمنة مفرطة بالحجم ده، انت بتحمل على كل العمود الفقري، والمشية اللي هي تبدو كأنها مشية السمان الكلاسيكية دي سببها الأساسي ان انا مش قادر احرك عمود الفقري تحت وطأة هذه الكتل الدهنية الكبيرة جدا. طبعا الهضم نفسه كمان هيجي دلوقتي، وخلي بالكم، خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا في الفيديو ده، ده رجل لا يبتسم، المرة الوحيدة اللي هيبتسم فيها هيبدأ هنا، يعني يبدو بيبتسم عشان فرح ومناسبة والأكل. بص بقى وشه ابتسم مرة واحدة بس من أول الفيديو، وشوف النظرة المليئة بالرغبة والمليئة بالافتراس، هو داخل على فريسة، الشهوة في النظرة يا جماعة، نظرة الشهوة الواضحة والفرحة الواضحة جدا مع الأكل. وطبعا الهضم هيبقى فيه مشاكل كتيرة من تدهن كبد وخلافه. ده الطريقة الحقيقية للنظرة للسمنة وخطورتها، والحوار سيكون أكثر إثارة طبعا مع قمة علمية كبيرة وضيف العزيز اللي أنا ببقى على مستوى الشخصي فخور وسعيد، فخور أن قمة علمية كبيرة في مثل هذا المقام قبلت أن تستضاف في برنامجي المتواضع، وسعيد لأن أنا هستمع، هيرضي نهم العلمي بأنها استمع إلى تفاصيل دقيقة جدا، أعتقد أنها سترضيني على المستوى الطبي وسترضيكم على المستوى الإعلامي. القمة العلمية الكبيرة أستاذ الأساتذة وطبعا صاحب المقام الكبير أستاذنا أستاذ الدكتور محي البنا. هدفنا هو أن احنا نحسن الصحة العامة للمريض. بالنسبة لعملية تحويل المسار، هي عملية لعلاج مرض مريضة السمنة المفرطة تسترد قدرتها الإنجابية. معظم الأطفال اللي عندهم سمنة مفرطة يبقى عندهم صغر أعضاء تناسلية وهرمون الذكور عندهم قليل، عنده مشكلة أخطر بكتير قوي من إن احنا نسيبها ونقول لا ده لسه صغير.
الأستاذ الدكتور محيي البنا، أستاذ جراحات السمنة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، وعضو الرابطة الدولية لجراحات السمنة، سكرتير الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أستاذنا العزيز أستاذ الدكتور محيي البنا منورنا، وشرف كبير هذه الزيارة العزيزة. شرف ليا ووحشني يا دكتور أيمن. لا احنا اللي مفتقدين. الله يخليك أنت والسادة المشاهدين كلهم. برنامج الدكتور ربنا يخليك. أنا أولا عايز أبدأ الأول بسؤال قبل الدخول في محور النهاردة مهم جدا. احنا في احتفالية النهاردة مهمة، احتفالية مرور 50 عام على عملية تحويل المسار. هو أهم حاجة السنة دي إن احنا عندنا هي سنة يعني علامة من علامات جراحة السمنة. أولا احنا أول عملية لعمليات جراحة السمنة عملية ناجحة كانت عملية تحويل المسار، ودي ابتدت في جامعة أيوة في الولايات المتحدة سنة 67. ده التحويل اللي تطور بعد كده إلى التحويل الكامل الرون واي جاستريك بايباس. فيبقى السنة دي 50 سنة على بداية تحويل المسار. تحويل المسار المصغر ابتدى برضو في الولايات المتحدة، دكتور راتلج عمل عملية تحويل المسار المصغر سنة 97. يبقى السنة دي 20 سنة على عملية تحويل المسار. أهمية التاريخ ده إنه معنى كده إنه بقالنا 50 سنة على عملية تحويل المسار الكامل، 20 سنة على عملية تحويل المسار المصغر، بقى عندنا نتائج تكفي إن إحنا نتكلم بثقة عن عملية تحويل المسار. لما يعدي 20 سنة على عملية بنتكلم على إنه خلاص بقى عندنا نتائج طويلة المدى تبين لنا كل أبعاد العملية، سواء نتائجها الإيجابية أو مضاعفاتها أو مشاكلها أو السايد إفكتس بتاعتها. فإحنا نقدر نقول النهاردة بثقة إن عملية تحويل المسار صمدت كالعملية الأولى لعمليات جراحة السمنة. يعني هي زي ما بنقول stood the test of time. إحنا عندنا الخبرات المتراكمة من إجراء العمليات بعد 20 سنة، يبقى عندنا معلومات، يبقى عندنا نتائج، يبقى عندنا خبرات تكفي ان احنا نقيم العملية تقييم سليم. فالنهاردة بعد 20 سنة من عملية تحويل المسار المصغر، وبالصدفة 15 سنة على عملية تكميم المعدة لانها ابتدت سنة 2002، بقى عندنا فكرة موضوعية، فكرة كاملة عن عملية تحويل المسار وعن عملية تكميم المعدة، ونقدر نقارن ما بينهم بناء على ابحاث طويلة المدى. وده اهمية عمليات جراحة السمنة، ان هي هو نوع من الجراحة مختلف تماما عن الجراحات اللي احنا متعودين عليها. احنا عندنا نوع من الجراحة اللي هو الجراحة الريسكشنال، الجراحة الاستئصالية، نستأصل المرارة، نستأصل الزايدة، مجرد ان اجرينا عملية الاستئصالية العملية كده حققت الهدف منها. عندنا نوع تاني من الجراحات اللي بنسميه فانكشنال سيرجري، الجراحات الوظيفية. هنا عندي اكتر من مرحلة واكتر من هدف. الهدف الاول ان انا اجري العملية بنجاح، الهدف التاني اعمل العملية بدقة، الهدف الثالث أحقق النتيجة من العملية. عمليات جراحة السمنة عمليات تتميز بأن مطلوب منها النتائج المستهدفة من العملية متعددة وكلها بتتحقق بإجراء جراحي واحد بعملية واحدة. عاوز أنزل الوزن، عاوز أخفف السكر لمريض السكر، عاوز أخفف الضغط لمريض الضغط، عاوز أقلل تصلب الشرايين، عاوز أحسن وظيفة القلب. وكل الأمراض المترتبة على السمنة، احنا عارفين ان السمنة بتعمل مشاكل ومضاعفات لكل أعضاء الجسم. فأنا منتظر من العملية، لما بعمل العملية أنا منتظر ان العملية تحسن لي وظائف كافة الأعضاء. إذن أنا مش بس بنتظر ان العملية تمت بنجاح، اتعملت بدقة، لا أنا منتظر انها تحقق نتيجة في كل المجالات اللي أنا منتظرها، اللي هي مضاعفات عملية، اللي هي مضاعفات السمنة، اللي هي السمنة ومضاعفاتها. منتظر ان هي تخفف لي السمنة، منتظر ان هي تنزل لي الوزن، تخفف لي كل مضاعفات السمنة. طيب عندي قضية مهمة، مش سؤال، هو قضية. عندي حاجتين، عندنا سمنة وعندنا عمليات السمنة اللي هي دلوقتي بنتكلم على العملية رقم واحد في العالم اللي هي عملية تحويل المسار اللي هنبدأ بها الحوار. عايز حضرتك تقول لي كيف تجد الحال الآن، تقيم الحال الآن في نظرة المصريين والعرب للسمنة والمقارنة بينها وبين نظرة العالم للسمنة كمرض، ده أول حاجة. وأيضا نظرة ومعلومات المصريين والعرب عن جراحة تحويل المسار بما تتضمنه هذه المعلومات أحيانا من مغالطات فجة متأصلة في عقول المصريين، وبين برضو
ما يحدث في العالم من نظرتهم لهذه النوعية من العمليات كعمليات تنقص حياة الناس، كيف يكون الفارق موجود من هنا وهنا وفي السمنة وفي العمليات. هو حضرتك أشرت في المقدمة لنقطة مهمة جدا في البرنامج الكوميدي اللي اتعرض في التلفزيون من كام يوم، أن المريض اللي نزل في الوزن واحتفظ بوزنه الجديد هو اللي عمل عملية، الوحيد في المجموعة. اللي بيعمل رجيم في نسبة كبيرة جدا بيرجع يسترد جزء من الوزن اللي خسره، ويرجع تاني يمكن قريب من الوزن الأصلي، في النهاية يلاقي نفسه نزل 5-6 كيلو. دي ميزة عمليات جراحة السمنة. احنا عمليات جراحة السمنة لها تاريخ طويل النهاردة، لأنها ابتدت من سنة 53 يمكن، عمليات كتير جدا، في عمليات ظهرت واختفت، وفي عمليات صمدت، وفي عمليات انتشرت. العمليات اللي انتشرت احنا ايه سبب الانتشار؟ لازم نسأل نفسنا هي ليه العملية دي منتشرة اكتر من دي. طبعا تكميم المعدة النهاردة هي العملية الاكثر انتشارا. ليه؟ اولا لان هي اسهل تكنيكالي من ناحية الجراحية، يمكن اقل كمان في التكلفة، لان كتير من الجراحين بيشجعوا المرضى على العملية لانها اسهل، كتير من المرضى بيخافوا من عملية تحويل المسار فبيلجأوا لتكميم المعدة. الحقيقة عملية تحويل المسار هي اللي ظهرت الأول قبل تدبيس المعدة حتى، وقبل عمليات كتير، قبل الباند، قبل الرينج، قبل حلقة المعدة، هي اللي ظهرت قبل تكميم المعدة. لكن كان دايما تظهر عمليات تانية في وجود تحويل المسار. لو كانت تحويل المسار هي العملية اللي ممكن تنتشر وتبقى هي نمرة واحد، ما كانش ظهرت عمليات تانية. لكن لأن هي عملية دقيقة مش أي جراح يقدر يعملها، محتاجة تجهيزات خاصة، محتاجة أجهزة خاصة، محتاجة خبرة خاصة، وعشان كده كان دايما في بحث عن عملية سهلة سهل تتعمل، تنتشر سهل تنتشر، أقل في التكلفة. ده اللي خلى عمليات تانية تظهر في وجود عملية تحويل المسار. يعني تحويل المسار الكامل سنة 67 ظهر، بعد كده تكميم معدة ظهر، بعد كده قبلها كمان ظهر تدبيس المعدة سنة 81، وظهر الباند الرينج الحلقة المعدة، وظهر تكميم المعدة. لكن يلاحظ ان تدبيس المعدة ظهرت واختفت ومنعت، تقريبا هي بقت خلاص أوبسوليت. فكتب أوبسوليت يعني ممنوع توقف عملها في أوروبا وأمريكا. عملية الباند الرينج ظهرت وانتشرت وبعدين قلت جدا. رجعنا النهاردة انه مشاكل الباند، نتائج الباند لا تشجع ان احنا نعمل الباند، او ناس سموها رينج، او ناس سموها حلقة المعدة. تكميم المعدة النهاردة في بعض المراكز الطبية بتتساءل حوالين مستقبل تكميم المعدة، لان هي برضو هل هتمشي في نفس مسار تدبيس المعدة وحلقة المعدة الرينج، تظهر وتنتشر وتختفي، لكن الملحوظ دائما تظهر عمليات وتنتشر وتختفي وتحويل المسار تظل موجود. وعشان كده بنقول it stood the test of time، هي صمدت وأثبتت كفاءة وأثبتت نجاح على مدى السنوات. لكن طبعا برضو الخبرات والنتائج بتظهر، ما بتظهر النتائج بيحصل شوية تعديلات في العملية بتتطلب ان احنا نبني على هذه النتائج، على هذه الخبرات، على بعض المشاكل اللي حصلت، بحيث ان احنا نطور العملية عشان نحقق نتيجة اعلى ونمنع المشاكل اللي ظهرت ونتفادى المضاعفات. وده اللي حصل في عملية تحويل المسار. النهاردة عملية تحويل المسار المصغر بيظهر عليها تعديلات. مثلا احنا كنا مهتمين جدا بان احنا نصغر جيب المعدة اللي بنعمل فيه التحويل. هي العملية لها مكونين اتنين، اعتقد كل المشاهدين بقوا عارفينها. احنا بنعمل جيب في المعدة بنفصله عن بقية المعدة، وبنوصل الجيب ده بالامعاء الدقيقة، والتوصيلة كانت بتبقى على بعد مترين من بداية الامعاء. فهي اذا تحويل مسار، يعني حولنا مسار السوائل والاكل بعيد عن جزء كبير من المعدة، بعيد عن الاثنى عشر، بعيد عن جزء من الامعاء الدقيقة. وده بيقلل امتصاص الحلويات والدهون، بيريح البنكرياس، بيحسن وظائف البنكرياس، بيزود افراز الانسولين، وبيحسن استجابة الجسم للانسولين، بيتغلب على مقاومة الخلايا للانسولين. كنا دايما الجيب نعمله في حدود من 30 ل 50 سنتي، والتوصيلة على بعد مترين من بداية الامعاء الدقيقة. النهاردة في اتجاه الى انه العملية ما تبقاش المقاييس بتاعتها ثابتة،
ما تبقاش عملية ثابتة المقاييس، لا تبقى عملية متغيرة المقاييس حسب حالة المريض. وده اللي بنسميه tailoring the operation for the patient، ان احنا بنفصل العملية على حالة المريض. يعني تفصيل تفصيل، بنعمل مقاييس، بنشوف مقاييس المريض وبناء على مقاييس المريض نفصل العملية المناسبة لي. اهم معيار في حالة المريض او النهاردة اكتر معيار الدرس، خلينا نقول ان هو المعيار اللي اتدرس لحد دلوقتي، هو البي ام اي اللي هو مؤشر كتلة الجسم، اللي هو احنا عارفين ان هو بنقسم الوزن على مربع الطول، الوزن بالكيلو جرام والطول بالمتر. لو اكتر من 30 دي سمنة درجة اولى، اكتر من 35 سمنة مفرطة، اكتر من 40 بسميها سوبر اوبيزيتي. ده يبان في الجدول ده. الاوفر ويت اللي هو زيادة في الوزن، مؤشر كتلة جسم من 25 ل 30، درجة أولى سمنة من 30 ل 35، درجة تانية سمنة من 35 ل 40، السمنة المرضية السمنة الشديدة لحد 50، أكتر من 50 سوبر أوبيز، سمنة غير عادية بقى، سمنة فائقة. إحنا ما بين 30 و 35 بنعمل التوصيلة مش على بعد 2 متر، لا ما بين متر 20 لمتر ونص. درجة تانية سمنة اللي هي من 35 إلى 40 نعمل التوصيلة من متر ونص إلى مترين، متر ونص، متر وسبعين، متر وثمانين لحد مترين. دخلنا في السيفير أوبيزيتي، السمنة الشديدة، السمنة المرضية اللي هي مؤشر كتلة الجسم فوق 40، نعمل التوصيلة على بعد 2 متر وممكن 2 متر ونص على حسب حالة المريض. مش بس بيهمنا بداية التوصيلة، التوصيلة منين بنقيسها، من بداية الأمعاء، لا بنقيسها كمان من نهاية الأمعاء الدقيقة، لأنه النهاردة برضو الأبحاث أثبتت أن مفروض أن احنا نحافظ على تلتين الأمعاء. ففي بعض العمليات نقيس الأمعاء بالكامل ونعمل التوصيلة بعد تلت الأمعاء ونحافظ على تلتين الأمعاء. في كل الأحوال احنا لازم نسيب 3 متر، التوصيلة تبقى على بعد 3 متر من نهاية الأمعاء، مش بس بنقيس من بداية الأمعاء، لا بنقيس من نهاية الأمعاء. كل دي تغييرات في العملية، كل ده تطوير العملية، كل دي حاجات جديدة، خطوات جديدة، تطوير في التكنيك بتاع العملية. طيب أنا عندي القضية، أخوف شيء أنا بحسه على مرضى السمنة هي الأقاويل التي تخرج على عمليات السمنة. يعني أنا مثلا مريض السمنة المفرطة، أنا بالنسبة لي كرجل أفنيت عمري في دراسة السمنة وذكرتها كويس جدا، شايف خلاص أن مريض السمنة المفرطة أمل الوحيد في عملية من عمليات السمنة. صحيح. طيب هذا المريض اللي أمل الوحيد في عملية من عمليات السمنة، اللي هيعيقه على أنه يعمل هذه العملية، حاجة الوحيدة، حاجتين، أنه هو ما يتخذش القرار خوفا من نفسه أو من ضغوط خارجية عليه تحت مسمى أقاويل أو معاني معينة بتوصل له. من ضمن هذه المعاني أشياء فيها شيء من المنطقية، لكن لما نيجي احنا كمحترفين نتكلم عنها هنقول لا ده مش منطقي. يعني مثلا لما يجي حد يقول انا مش هعمل عملية عشان حاسس ان انا مش عارف اعيش كويس قوي ولا مش عارف اكل كويس، والله المخاوف دي مخاوف محترمة، بس انا كمحترف هبدا افندها لك. بس في مخاوف تانية ليس لها اي قرب وليس لها اي علاقة بالمنطق. مثلا يقولوا ان العمليات بتاعت جراحات السمنة تؤدي الى سرطان. لما نسمع الكلمة دي هقول له يا ابني ازاي سرطان؟ إذا كان أنا بشيل أجزاء بيطلع فيها المرض السرطاني. بالظبط كده. يعني دي أساساً عمليات بتعالج السرطان. يعني لو واحد عنده سرطان في المعدة بيتم عمل تكميم معدة له، ما هي عملية تكميم استئصال لجزء من المعدة. صحيح. فتيجي تقول لي إنها بتؤدي إلى سرطان، يبقى أنت بتهرج معايا. صحيح. فإحنا نمسك الأقاويل ونبدأ نفندها من أقاويل محترمة تفند باحترام وبهدوء، وأقاويل تانية تدعو إلى ارتفاع ضغط الدم هتفند باحترام وهدوء برضه. صحيح. هو أولاً يعني في خرافات كتير حوالين عمليات جراحة السمنة. فخرافات جراحة السمنة، أول حاجة أن المريض مش عارف يأكل خالص وأنه هياكل يرجع. فدي برضو خرافة، لأنه دي مرتبطة بتكنيك العملية، بالطريقة اللي اتعملت بيها العملية. لو العملية اتعملت بطريقة سليمة، احنا عندنا بس نظام تغذية، لأن المعدة من طبيعتها الأدابتيشن يعني التعود، الجهاز الهضمي كله، فهو كان متعود، الجهاز الهضمي كان متعود على، كان له حجم معين، كان له تكوين معين، لما بيتغير الحجم ويتغير التكوين بيحتاج وقت لحد ما يوصل لمرحلة التأقلم على الوضع الجديد. المسألة دي تاخد من شهرين لثلاثة بعد العملية، اللي هي مرحلة السوائل، مرحلة الأكل اللين، مرحلة الثبات،
وبالتدريج كده المريض بيرجع للأكل الطبيعي. يعني بعد 3 شهور نفسه في حاجة هياكلها لكن الكميات هتبقى قليلة. فالمريض يقول لك أنا هتمنع من الأكل خالص، ما حدش هيتمنع من الأكل، وفي النهاية بعد ما تعدي بس المرحلة الأولى هيرجع المريض يأكل اللي هو عايزه، بس طريقة الأكل هتختلف، نوعية الأكل تختلف، كمية الأكل تختلف، وتختلف ناحية نظام صحي أكتر وسليم أكتر ومفيد للجسم أكتر. النقطة الثانية مسألة أنه هيرجع على طول، أنا برجع أعمل أعرف فلان عمل العملية وبيرجع طول الوقت، لا، ده مرتبط بحاجتين، يا إما العملية في مشكلة في العملية، يا إما في مشكلة في المريض في نظام أكله، هو مش عارف يأكل إزاي، لأنه بعد العملية زي ما بقول لحضرتك لازم يتعود على الأكل المناسب، طريقة الأكل المناسبة للعملية، ودي زي ما قلنا طريقة أكل تناسب العملية، كمية أكل تناسب العملية، نوعية أكل تناسب العملية. النقطة الثالثة موضوع الأورام، وموضوع الأورام الحقيقة أنا أحد الدكاترة لقيته بيقول كده فتناقشت معاه فاكتشفت أنه بيتكلم عن نوع تاني من العمليات على المعدة، كان في الاستئصال الجزئي للمعدة، كان أحد برضو الخرافات اللي طلعت عليها اللي هي البارشل جاستراكتومي، كان بيتقال أن دي تسبب سرطان في الجزء المتروك من المعدة، وثبت أولا أن هذا الكلام غير صحيح، فالكلام ده ما تقالش على عمليات جراحة السمنة، اتقال على عمليات كانت بتتعمل في المعدة لقرحة المعدة، وحتى ثبت أن هذا الكلام غير صحيح برضه. إذن دي خرافة. العكس، النهاردة احنا عارفين أن السمنة هي اللي بتسبب السرطان، أن في ارتفاع في نسبة حدوث السرطان في مرضى السمنة المفرطة، وعمليات جراحة السمنة بتقلل من خطورة ظهور السرطان في مرضى السمنة المفرطة، لدرجة أن في بعض الناس في مراكز في الولايات المتحدة وفي أوروبا بيقولوا أن العيان اللي عنده pre-malignant condition، عنده حالة تمهد لظهور السرطان، عنده خطورة عالية لظهور السرطان وعنده سمنة، لازم يعمل عملية من عمليات جراحة السمنة عشان تقيه من السرطان، عشان تمنع ظهور السرطان، عشان تقلل من خطورة ظهور السرطان. النقطة المهمة برضو حكاية أن المريض يحس أنه هيضعف، في بعض الناس بيبقوا في سن العمل وهيعمل العملية عشان يحسن صحته، عنده سكر، عنده ضغط، عنده مشاكل في المفاصل، فبيقول طب بس أنا أعرف أن بعد العملية أنا هضعف ما بأكلش، وهو عند بعض الناس مرتبط الطاقة والنشاط والقوة بالأكل، هو عايز يأكل عشان يبقى عنده قوة، عايز يأكل عشان يبقى عنده نشاط، وأحيانا أكل السكر فيه عالي يقولك ده بيدي نشاط، أكل الدهون فيه كتير يقولك ده بيدي نشاط وقوة. هو الحقيقة ممكن يديله نشاط يديله قوة مؤقتة جدا، لكن على المدى الطويل بيعمله مشاكل ومضاعفات وأمراض خطيرة. فمسألة أنا بضعف الكلام ده غير صحيح، أنت في المرحلة الأولانية المريض بينزل في الوزن وأكله لسه بيأكل قليل أو لسه في مرحلة السوائل، يحس أنه مش في طاقته مش في مجهوده، ما عندوش القدرات العادية بتاعته، لما يعدي المرحلة دي ووزنه ينزل وأكله يتحسن، بالعكس بقى ده طاقته بتتحسن، نشاطه بيتحسن، قدراته بتعلى، لأنه ما بقاش شايل الوزن التقيل ده، ولأنه كتير من الأمراض والمشاكل اللي كانت مرتبطة بالسمنة خفت. فدي بعض الخرافات المرتبطة مع عمليات جراحة السمنة. في سؤال عند جمهورنا العزيز وسؤال مثير جدا ومهم، لأنه هذا سؤال قضية من قضايا التعامل مع جراحة السمنة أو التعامل مع السمنة عموما ببعض التقنيات التي لم تحقق الهدف المنشود وأيضا جعلت مريض السمنة يصاب بإحباط. تعالوا نشوف سؤال مهم ومنتشر جدا، تعالوا. أنا كنت عملت بالون وشلتها وفي خلال سنة تخنت فترة تاني، عايزة أعرف إيه أفضل عملية ممكن تساعدني إن أنا أخس تاني؟ دي قضية مهمة، ده موضوع مهم جدا. أنا عاوز أقول إن كل الوسائل الصناعية، كل الأجهزة زي البالونة والباند والرينج، كل دي فشلت وما أثبتتش نجاح لحد دلوقتي، لأنه إحنا زي ما بنقول you cannot beat the physiology، ما تقدرش تتغلب على الفسيولوجي بتاع الجسم، جسم له طبيعة معينة، ما أقدرش أحط جوه المعدة بالونة وأقول دي
هتوقف الاكل وهتقلل الوزن، دي حاجه مؤقته جدا. احنا عارفين ان البالونه مدتها لا تتجاوز 6 شهور طول ما هي موجوده. هي اذا المريض استحملها، لان في ناس ما بيستحملوهاش اصلا، لكن لو المريض استحملها هتنزله في الوزن، لكن بعد ما تتشال هياكل وهيرجع للوزن الاصلي واكتر. البالون النهارده احنا عارفين ان هي بتوسع المعده، ولما بنعمل عمليات لمريض كان حاطط بالون قبل كده بنلاقي قبه المعده الفاندس اوف ذا ستومك واسع جدا، لان البالون بتقعد مده طويله والمعده قابله للتمدد، المعده بتكبر والمريض بياكل اكتر بعد ما تتشال البالون. وجود جسم غريب داخل المعده او خارج المعده، المعده فيها عضله، عضله المعده بتتضخم علشان هي عايزه تدفع البالون دي، عاوزه تخلص من البالون، في جواها جسم غريب فعايزه تبروبيل البالون، عاوزه تزقها. فاللي بيحصل ان عضله المعده بتبقى سميكه، بيبقى جدار المعده ثكر، بيبقى اتخن، جدار المعده سميك اكتر، الاوعيه الدمويه اكتر في مريض كان حط بالون قبل كده. البالون لها استخدامات معينه جدا، قليله جدا ومحدده جدا. اولا مريض ما ينفعش يعمل عمليه، عنده القلب، عنده مشاكل تمنعه من انه ياخد تخدير، ما ينفعش نبنج العيان فنعمل له بالون. او مريض وزنه عالي جدا مثلا فوق ال 250 كيلو، عايزين ننزله في الوزن 20 كيلو بحيث انه الريسك بتاع التخدير خطوره العمليه تقل فيدخل يعمل عمليه. انما البالون كجهاز علشان ينزل الوزن وعشان يخسس وعشان يتغلب على السمنه لم يحقق نجاح. وانا متصور ان اي جهاز مش هيحقق نجاح لانه مش ماشي مع الفسيولوجي. عمليات جراحه السمنه جهاز مقصود بيه البالون، البالون البالون او الرنج او الرنج، دي في تقييماتنا احنا اسمها اجهزه. لكن العمليات، ميزه العمليات ان هي بتعمل تعديل فسيولوجي، بتغير في التكوين بتاع الجهاز الهضمي، بتغير خلينا نقول بتصحح، لان بعض الناس يقول لك لا انت بتغير خلقه ربنا. لا، ما حدش يقدر يغير خلقه ربنا، ده هو اللي غير. احنا بنصحح، هو اللي غير، بنصحح. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في اجمل تكوين. بالظبط كده، هو اصلا احنا احسن تكوين، احنا مخلوقين معدتنا صغيره. احنا اللي وسعناه، احنا مخلوقين جلدنا تحت طبقه دهون صغيره تحت العضلات، تكوين الانسان الطبيعي اللي هو بتاع زمان زي ما بيقولوا. بالظبط، لكن احنا اللي خلينا الانسان ده كرش وخلينا له جناب وخلينا له كتل دهنيه. صحيح. فاحنا بنعمل عمليه لتصحيح خلل في الجهاز الهضمي، وعمليه التصحيح دي بتشمل تصحيح في التكوين وتصحيح في التكوين الهرموني للجهاز الهضمي. هي دي العمليات اللي بتحقق النتائج. طيب، في عجاله سريعه كم قضيه صغيره، لو واحد عمل عمليه تحويل معده، تحويل مسار، وفشلت هذه العمليه، فشلت، او عمل عمليه مشابهه ليها يعني مثلا زي تكميم المعده ولم تنجح بالسبب او الاخر، هل هيعيدها مره اخرى بمقاييس جديده؟ احنا عندنا دلوقتي نوع من الجراحات اسمه ريدو سيرجري، واحد عمل عمليه ما حققتش النتيجه المطلوبه فبيفكر يعمل عمليه تاني. احنا بنعمل عمليات تانية ريدو سيرجري دي لهدفين، يا اما العمليه عملت مضاعفات ومشاكل فاحنا بنعمل عمليه تصحيح المضاعفات والمشاكل، يا اما العمليه ما وصلتوش للوزن اللي هو عايزه فبنعمل عمليه عشان نوصله للوزن اللي هو عايزه. هنا احنا عندنا نقطة مهمة جدا، هل العملية معمولة مظبوط؟ هل التكوين الجهاز الهضمي بعد العملية وصل للنتيجة اللي احنا عايزينها ولا لا؟ يعني مثلا واحد عمل تكميم معدة وعنده قبة المعدة لسه كبيرة، هنا ممكن نعمل عملية عشان نصغر قبة المعدة عشان نوصل للنتيجة اللي كان مفروض نحققها من العملية. يعني هنا العملية ما اتعملتش بشكل مظبوط او حصل تمدد في المعده بعد كده، فبنعمل عمليه تاني عمليه تصحيحيه علشان نوصل للنتيجه اللي كانت منتظره من العمليه الاولى. عمليه تحويل المسار كان الجيب فيها واسع قوي او الجيب ضيق قوي فبنصححها. فلو في مشكله تشريحيه في العمليه التكوينيه بنصحح تكوين العمليه، انما احيانا ما بنلاقيش مشكله في التكوين، بنعمل اشعاعات وبنلاقي العمليه معموله مظبوط، ما عندناش مشكلة في العملية بس المريض رجع زاد تاني في الوزن. هنا عندنا عادة مشكلة في السلوك الغذائي للمريض. يعني في مجموعة مشاكل خاصة بحالة هذا المريض مش في العملية. هذا المريض لا ينصح بعملية تاني ولكن ينصح بأنه
ندرس بقى نشوف مشكلته فين ونحل هذه المشكلة. ما بتبقاش عادة مشكلة جراحية. حقيقة أنا ببقى سعيد جدا بهذه الزيارة وبنستفيد, لأن احنا بنسمع كلام خارج الصندوق ودايما بنسمع كلام يعني جديد, ودايما يعني أنا بأحييك وطبعا أنت أستاذنا في إنك بتراقب كل كبيرة وصغيرة في كل الدوريات العلمية المتعلقة بجراحات, وأنت يعني ما شاء الله يعني باع كبير وواحد من الذين حملوا على عاتقهم صناعة أو ترسيخ وحدة جراحات السمنة في كلية طب جامعة عين شمس. لكن المتابعة الدقيقة لكل جديد بكل معطياته اللي بتتغير جراحات السمنة, المعطيات فيها الثوابت ثوابت, لكن المعطيات كلها ما شاء الله في تقدم للمحافظة على الأمان والسيفتي وتقديم خدمة للمريض على أفضل شكل ممكن. فأنا بابا منتظر لقاء الأحد لكي يعطيني هذه المعلومات بدقة شديدة جدا. فأنت بتنورنا وشرف كبير لنا هذه الزيارة. الله يخليك, ده شرف لي. ضيف العزيز أستاذ دكتور محي البنا كان في الدكتور. خليكم دايما بالكم من صحتكم, خليكم دايما مع الدكتور.